طبعا هنا لما بينزل احد افراد الجهاز الفني سواء كان مدرب او مساعد مدرب او حتى طبيب او معالج او اداري، المهم ان هو بينتمي للجهاز الفني لاي فريق، هنا في هذه الحاله بنعتبره كانه واحد من اللاعبين، وده حسب التعديلات الاخيره. هنا في الحاله اللي شفناها دي الراجل ده يعاقب باحتساب ركله جزاء وطرد هذا الشخص من الملعب. اما اذا كان شخص لا ينتمي لاحد الفريقين هيبقى زي ما اتفقنا، ده يبقى عامل خارجي. العامل الخارجي دايما بنعمل اسقاط بعد ايقاف اللعب.